مشاهدي وحدة الجميلة، أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من سوق الحلالي في بيت لحم، من استطلاع أجواء البيع الأضحيات في السوق في سوق الحلالي في بيت لحم، مدى الإقبال الناس كما ترون في هذا المشهد، أيضا بالإضافة إلى أسعار الأضاحي. نتكلم الآن ونتحدث مع أحد أصحاب رؤوس الماشية هنا في السوق. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرفنا عن نفسك وتحكينا كيف شايف إقبال الناس. معك حسن محمود شاهين، زير تاجر. كيف شايف إقبال الناس على الأضاحي؟ والله إقبال الناس ضعيف بالنسبة لكل سنة، وأسعار متفاوتة، والسعر بالنسبة للمزارع السنة أكل هواء وما بالماله. العام ما يجي كيلو خروف 8 دنانير، سعر كيلو كسر على 97 شيكل، اليوم يتراوح من 7 دنانير ل 8 دنانير الكيلو، وكسر على 130 شيكل. ناهيك عن الأمراض اللي تعرض إلها المزارع، وغلاء الأسعار، واستغلال الأطباء، تفحص نعجة تقول هذه فاضية لما تذبحها تقلي هاتو، والأدواء الأدوية البطنية اللي تستخدمها المزارع مشتريها مش عليها رقابة، معظمها تكون فاسدة. والمواطنة تلقاها بعدين غرقوا البلد بالغنم المستوردة، والغنم المستوردة يبيعوا 42 شيكل أغلى من الغنم البلدية. لا في رقابة على أسواق، ولا في دعم للمواطن، ولا في شيء. وناهيك عن مرض بتعرض للمواطن وراعي الغنم من اعتداء المستوطنين، تقليص الأراضي الزراعية. طب والأجواء المناخية والطقس اللي أثرت على يا سيدي بكفي المواطن بتعرض لقطعان الأغنام من أمراض وحمى قلعية وحمى ملطية وأشياء وكلاميديا، وصار عنده طرحات نهي عنها نهاكة المزارع. وبعد فترة يظل حال هيك مش راح تلاقي عشر ضرب الحيوانية في البلد. والعنده رأس غنم، طلع الغنم هذه غنم مقنوي، باقي الراس انباع 700 دينار شهر، والوالدة بألف دينار. اليوم امبارح شريت ابو زارع بده يطعم، مش بده يتخلص من طعمتها، شريت منها بيبيع فيها اضاحي، غنم هذه غنم مقنوي، باقي البيع المعشره ب 500 700 دينار، والوالدة بألف دينار غنم زي هاي. اليوم المواطن مش قادر يطعمها، مش قادر يطعم حالها من غير المعيشه، لا في رقابة على أسواق ماتمونية، ولا على الأبزلال، ولا للمزارع. أغرق البلد بالمستورد، وغنم المقنوي بنبيع فيها أضاحي، غنم مقنوي. السنة إذا السنة فيها غنم سنة جاية تقلص ثروة حيوانية لا أكثر من النص. حملات وجدعات بتبيع فيها أضاحي بنبح فيه، من غير الأعلاف. مين مسؤول عن الغلاء هذا؟ او المسؤول عن لا ما بقولوا غلاء عالمي، بس الناس ركبت الموجه، الغلاء العالمي طلع عالم. طيب المواطن المزارع كون العلف 2400 شيكل، طب لما بيع كيلو الخروف 7.5 ما هو خسران فيه؟ مو الخروف اللي الانسان جلب على السوق ما تقبله 4-5 كرفان ميت. ناهيك على الغنم طرحت عنده، والغنم الغنم اللي هلكت عنده. يعني بنحكي عملنا عن ضعف الرقابه، وبالاضافه ل فيش المزارع فيش حدا سائل فيه، ولا بدعم للمواطن، لما في اعلاف خفوا الضرايب على الاعلاف قدنا فيها. شكرا كثير لك. يعني وكل عام وانتم بخير، الله يعطيك البركه، وكان الله في العون. هذا يعني هذه صوت الحال، طبيعة الحال في السوق الفلسطيني هنا في بيت لحم سوق الحلال. استمعنا الى راي هذا المواطن الذي يتحدث عن ضعف الرقابة بالإضافة إلى شو اسم التلفزيون هذا؟ الماشية المستوردة في البلد التي تؤدي إلى الضرر. الكرام، معنا احد المواطنين الاخير هنا. تعرفنا بنفسك حج، وتحكي لنا كيف الوضع؟ من زعتر. حياك نعم. الله عم. نعم. تحكي لنا عن الوضع. والله الوضع تعبان، وفيش مصاري مع العالم، والناس اول باول مش ملحقه يعني اي شيء. العلف غالي وشعير غالي، يعني يلا نرد المزارعين لهذا، يعني كل شيء غالي.
كل شيء غالي. كيف بيأثر هذا الحكي عليك انت هون في السوق؟ والله السوق غالي وتعبان كل شيء، مش قادر نشوف الخبز. يعني اي مشكله مش قادر نشوف الخبز، يعني بيشتروها يعني مش قادر نشوف الخبز. يعني تأثر بالاخر على المعيشة، كيف بيأثر على اجواء العيد على العيد؟ والله العيد الحمد لله كويس، بس بيأثر يعني ناسنا ناس اول باول مش ملاحقه، يعني مش ملاحقه من مره. يعني شو ما تجيب يعني جوال العيد ما تجيب لحقين الناس غلا، يعني غلا اي غلا اي مشكله غلا، يعني ما حد قادر يسيطر على الغلا كله، وبالتالي بياثر على تحضيراتك للعيد. والله الحمد لله، يعني الحمد لله مستوره، الحمد لله رب العالمين. العيد ان شاء الله على كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك. يعني هذا الفيصل فيه مباشر. إذا مشاهدينا الكرام، يستمر حركة الناس الآن في سوق الحلال. هذا هو شكل الناس بطبيعة الحال وفي ظل صعوبة المعيشة. هنا يتواجد المواطنون من شتى الأماكن في محافظة بيت لحم لشراء الحلال هنا للأرض بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأداء مناسك العيد. تفضل. سلامات الله يعطيك العافية شيخ. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك، كل عام وأنت بخير. سلامات وأنت بخير وصحة. تحكي لنا عن الوضع في سوق الحلال، معك هي أكثر من راس. والله سيدنا الحمد لله معي بيجي ثلاث رؤوس، والحمد لله رب العالمين. أسعار يعني أسعار بسيطة، والحلال الطعمة غالية، والناس يعني ليش هذا الغلا مننا إحنا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعل الأمة ترجع لربنا، تبكي لربنا، تستغفر ربنا، تتوب لربنا، وهم مش عبالهم انهم يرجع على ربنا. المسلمين اطلع كيف المسلمين في جميع انحاء العالم مذلولين. ليش مذلولين؟ لانه ما بعدوا عن الدين. لو ان في حياتهم الدين ومسكين الدين مضبوط، والله غير تلاقيهم هم. والله في جماعه خرجوا على دوله قالوا ان الكفار بيخدموا في المسلمين، قال المسلمين منهم، قال الرجال حفظت قرآن وبخرجوا في سبيل الله، قالوا نساءهم حفظت قرآن وبخرجن في سبيل الله، قالوا أولادهم وبناتهم حفظت قرآن. لكن إحنا وين نطلع المسلمين كيف؟ المسلمين إحنا خدم الكلاب، إحنا اليهود بخدم الكلاب، إحنا يعزنا. لأن قريتها في حديث القدسي، ربنا بقول جل جلاله بقول لو أنها الأمة طاعتني حق الطاعة، قال لا أمطرت عليهم المطر في الليل ولا خليتهم يسمعوا صوت الرعد. يعني قديش ربنا بدأ خلينا في عزة، قديش بدأ خلينا في رحمة. لكن الناس اليوم بتصلي وبتكذب، بتصلي وبتسرق، بتصلي وبتزني، بتصلي وبتوكل ربا، بتصلي وبعمل السبعة ودير ميتة. قال وإحنا بيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بقول اللي صلاة بتنهش عن الفحشاء والمنكر ما ينزاد من الله إلا بعدا أو فلا صلاة له. قبلت الكفار طلع الكفار. رب شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إذا لقيتم الكفار في طريق ضيقوا عليهم الطريق. لكن هم اليوم صاروا هم يضيقوا علينا الطريق. ليش؟ نقل الدين، عشان احنا بعدنا عن الدين. الدين موجود، والدين لو اننا احنا حاملين الدين مليح، الله بعزنا بخلينا كالصحابة. بخلينا الصحابة شو كانوا ياكل الميتة وياكل الجيفة وكانوا مدلولين. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى أجاهم الرسول وطاعوا الله وطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، صاروا سياد على العالم.
يعني الله الله يجزاك حياك الله. شكر. كيف شو بتشوف سوق الحلال هون في بيت لحم؟ شو بتميز عن بقية المناطق يمكن أو سوق الحلال بشكل عام؟ سوق الحلال يعني اسمه سوق الحلال اسمه سوق الحلال لأن هذا حلال، هذا نفس طاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتغنموا ولو بشاء ولو بشاء اتغنموا، لكن حلال هذا اسمه حلال. اطلع يعني أجلكم الله الكلاب بلد البلد بيجي الكلبة بعد من السمعين بيجيب لها 5 جراوة 6 جراوة 7 جراوة وفي شيء بركة ولا بساس ولا غالب، لكن بتلاقي هذول بيجيب الواحد واحد وبتلاقي تطلع فيهم بركة. مشاهدينا الكرام، هذه الأجواء بطبيعة الحال في سوق الحلال. إقبال الناس يبدو حتى هذه اللحظة متوسطا. بدأ سوق الحلال هذا اليوم في يوم الجمعة استثنائي عن باقي الأيام كونه يوم عرفة، اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، وبالتالي الناس تتجهز لمراسم ومناسك العيد. هذا الموسم الذي يعني يتوافد فيه المواطنون على شراء الحلال المواشي من هنا أو سواء من المزارع بشكل عام. إذا المشاهدين الكرام، هذه هي أبرز التفاصيل والصورة في سوق الحلال في بيت لحم. كل عام أنتم بخير، شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء. هاتشوف كابشوف 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 هاتش